القرعه والصدامات الناريه والقاتله وتوقعاتكم لمواجهات مواجهات دور ال 16. تعالوا نشوف القرعه، افكركم بالقرعه اسفرت عن ايه. انا طبعا مش فاكر من القرعه حاجه غير ميلان عندك طبعا توتنهام، ميلان توتنهام، وطبعا الماتش اللي احنا مستنيينه بايرن مانشستر سيتي، تمام. وفي هي القرعه اهي، عندنا ليفربول مواجهه، يعني مش عارف ايه حكايه ليفربول والريال في السنين الاخيره. يعني احنا النهارده حتى ترانسفير ماركت عامله احصائيه على القصه دي، ست مواجهات، خمسه فوز لصالح ريال مدريد وتعادل وحيد، فما حدش عارف طبعا يعني المواجهه السبعه هتسفر عن ايه. مين اقرب من وجهه نظركم ليفربول في ظل الريال؟ الوضع الحالي ليفربول اعتقد انه الاقرب ممكن يكون ريال مدريد في ذل الوضع الحالي اللي هو التذبذب الغير منطقي. خد بالك ليفربول مع الكبار السنه دي مأدي، مأدي في كل الماتشات، بس يعني بيجي قدام الكبار باستثناء نابولي ومان يونايتد، ومان يونايتد برضه، بس يعني لا انا اعتقد انه الكفه قد تميل اكتر سنة زيادة لريال مدريد، خاصة بعد التصريحات اللي كان قالها محمد صلاح في نجمنا طبعا الكبير محمد صلاح قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية. الثأر والانتظار والكلام ده كله، في حاجة غريبة في الصورة، واخد بالك منها؟ القيمة التسويقية، القيمة التسويقية، القيمة التسويقية ليفربول، من امتى ليفربول أعلى من ريال مدريد؟ أعلى من ريال مدريد، أو من امتى في فرقة في العالم أعلى من ريال مدريد؟ ده حقيقي، ده نقطة غريبة. معلش حضرتك أكمل. لا 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 خالص خالص، حتى طلع ساعتها فيديوز لو حد فاكر، إنه لعيبة ريال مدريد كانت بتقول إن هي بتنزل التمرين بتقول تعالى صلاح، يعني احنا مستنيينك زي ما انت مستنيينا احنا كمان مستنيينك. وفي بعض التصريحات مديرين فنيين او لاعبين قبل الماتشات الثقيله بتبقى بطاريات شحن للفريق المنافس. بالظبط، يعني هي الفكره. بس جوزيه كان بيعمل الحكايه دي كتير على فكره، مانويل جوزيه مع الاهلي. وعلى فكره جوزيه كان بيعملها بالناحيتين، يعني احيانا يهبط الايقاع خالص، يقول لك لا ده المنافس اقوى مننا وهو خلاص خد الدوري و و و، واحيانا يعلي الريتم خالص. لا ده اللي ممكن يقوله في اللونج، يعني ممكن يقوله قدام صحافه وسائل الاعلام، لكن في الغرف المغلقه. لا لا، الغرف طبعا وقعت الصفاقسي في نهائي نهائي دوري ابطال افريقيا. لا انا ما بتكلمش في الغرف المغلقه، في الغرف المغلقه كان بيبقى كسبان سته مباراه الاهلي والزمالك الشهيره وبيبقى زعلان، وبيبقى زعلان بالظبط كده. فلا انا ما بتكلمش على الغرف المغلقه، انا بتكلم انه احيانا التصريحات بتبقى يعني بعيدا عن مانويل جوزيه، رجوعا تاني ريال مدريد ومحمد صلاح، التصريحات احيانا بتبقى عامل ايجابي، وفي كثير من الاحيان اللي هو تصريح مش محسوب بيبقى عامل سلبي، زي ما حصل في ماتش ريال مدريد وليفربول. تمام، انت قلت الريال. انا ريال، ريال متفق. خلينا نقول ان في شهر فبراير بعد كاس العالم احنا معانا فتره طويله جدا ما تضمنش ايه اللي هيحصل، وفي حاجات كتير جدا هتتغير، مستوى الفرقتين هيتغير، ونتائج كاس العالم هتاثر سواء بالسلب او بالايجاب على المباراه. أوكي. سواء لو في نجوم من الفرقتين حققوا البطوله طبعا هيفرق كتير في مستواهم، في لعيبه كتير اعتقد ان هو اغلب التشكيلتين موجودين في كاس العالم مع منتخبات كبيره. أي. فالمستويات الفنيه هتختلف. على الورق دلوقتي ريال مدريد افضل، ريال مدريد اجهز، ريال مدريد لياقته البدنيه افضل، بنشوف في المباريات كلها بنفس المستوى، مستوى ثابت، عكس ليفربول اللي فيه تذبذب كبير في الماتشات مقارنه بالماتشات الاوروبيه بالمباريات المحليه. وليفربول اوروبيا اقوى، ولكن ضد الكبار خسر من مانشستر يونايتد، خسر من نابولي برضو مستوى متذبذب، لكن في فبراير الوضع هيبقى مختلف تماما. يعني الفرقتين فرقتين كبار، بس على الورق حاليا ريال مدريد هو الافضل. طيب نرجع تاني للقاءات مواجهات دور ال 16. بي اس جي في مواجهه بايرن ميونخ، واحد نهائي مبكر. دي مباراه ممتعه. توقعاتك؟ لا صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا، بس يعني بي اس جي كفيته اتقل السنه دي، كفيته اتقل، بس هو لو الثلاثي اللي قدام نيمار وميسي ومبابي في حالتهم ما اعتقدش ان في فرقه على مستوى العالم تقدر توقفهم، لكن بقيه الخطوط هو البايرن افضل سواء خط الوسط او الدفاع. بالنسبه لي انا شايف ان بايرن ميونخ افضل، فالماتش صعب جدا، لكن يعني البي اس جي السنه دي هو ناويها. يعني المواجهات اللي ممكن تبقى متوازنه اخد رايكم فيها سريعا جدا، بنفيكا في مواجهه كلوب بروج، اعتقد بنفيكا. بنفيكا اتفق فاروق. بنفيكا. بروسيا دورتموند في مواجهه تشيلسي فاروق. تشيلسي. تشيلسي. نابولي في مواجهه اينتراخت فرانكفورت. فرانكفورت طبعا. لا صعب، صعب. لا انا قلت بس اشوف انت معايا على الخط. لا طبعا هيكمل لبعيد قوي في البطوله. طب ناخد ده بقى مع خالد. خليها مع فاروق. لا لا انا اصلا عارف ان انت توتنهام في مواجهه. اعتقد توتنهام خبراته الاوروبيه في الوقت الحالي، خبرات لاعبيه الاوروبيه في الوقت الحالي تسمح له ان هو يكون الطرف الافضل. متهيألي توتنهام اقرب للفوز. وانتونيو كونتي كمان عارف ميلان كويس جدا جدا.
السيتي في مواجهه لايبزيج؟ السيتي ما هذا السؤال؟ السيتي طبعا. ايه الضحكه دي؟ استني مني اجابه مختلفه طبعا. وعلى فكره الماتش اللي هيبقى متوازن لحد كبير جدا ماتش بورتو والانتر، لانه الانتر متذبذب جدا في الاداء بتاعه، سيميوني برده مش عارف يحط ايده على المفاتيح بشكل صحيح، وبورتو في الدوري في البطوله الاوروبيه، سيبك من الدوري البرتغالي، في البطوله الاوروبيه بيأدي بمستويات مش متوقعة، النسخة الماضية والنسخة دي بيأدي بمستوى مش متوقع، فالماتش ده بنسبة كبيرة هيكون ماتش متكافئ، مش هيبقى وان سايد جيم للإنتر زي ما كل الناس متوقعة يعني. طيب. احنا كان معانا تشكيلة تشكيلة دور المجموعات. نشوف التشكيلة اللي تم اختيارها. أنا عايز أشيد بحارس بورتو، دييجو كوستا هو حارس قادم بقوة في الكرة الأوروبية، وهو الحارس اللي بالنسبة لي كان مثالي في دور المجموعات. أنا أهم حاجة إنه صلاح في التشكيلة. يعني ليفربول يعاني بلا نقاش، هو هداف البطوله، واحد من افضل اللعيبه في دور المجموعات. ساديو ماني يمكن الناس اتكلمت ان هو مستواه اتاثر مع البايرن، لكن انا كنت شايف ان هو بيقدم مباريات جيده جدا، واحنا جايين له في كاس العالم والاصابه اللي اتعرض ليها لسوء الحظ الكبير. فتشكيله اعتقد كانت منطقيه، بس في كتير من الاسماء ممكن تبقى مش من نجوم صف اول. هم كلهم تقريبا مش نجوم صف اول. لا يعني جود بيلينغهام، امبابي، ميسي، صلاح، كل دول اسماء. لا، خط الدفاع كله خط الدفاع كله مش نجوم صف اول، مش نجوم صف اول. خط الوسط في واحد بس اللي مش نجم صف اول، الباقي ماني، بيلينغهام، صلاح، الثلاثه نجوم صف اول. وبعدين قلنا عندك لعيبه نابولي بقى ميسي. بس انا عندي صحيح يعني انا عندي نقطتين، لا ثلاث نقط. واحد، لعيبه نابولي فين؟ اثنين، لعيبه بايرن ميونخ فين؟ العلامه الكامله في دور المجموعات 18 نقطه من 6 مباريات، فوز في 6 في مجموعه الموت. النقطه الثالثه وهي الاهم، مع احترامي وكامل تقديري لديوجو كوستا ولفاروق اللي معجب بديوجو كوستا، بس فين مينيوليه؟ مينيوليه اكثر تصدي للكرات في دور المجموعات، حارس كلوب بروج، مؤهل كلوب بروج في مجموعه كان من المتوقع ان كلوب بروج ممكن يحتل فيها المركز الاخير. ازاي هي غالبا فرقه كلوب بروج بعد السيزون ده هتتفركش. موست بروبلي هتتفركش طبعا، مش هيقدروا يقاوموا. فهي بس نابولي، بايرن ميونخ، ومينيوليه كنت ممكن اطعم بيهم التشكيل ده. طيب.